قلب قبل الناس تعنى، دارك ملهوف إجاك يقول عيدك مبارك، كون الفرح ينباع واشري لك آن العيد. يل شوفتك عيدين، عيد أحلى من عيد، ألف عيدك مبارك يا حبيب الروح، أقولنها إلك يا ريت يومية. إحساسي ما مقبط بنفر مشتاق، مرجع جبت روحي وشوقي عبرية، مفصل لك جديد إحساسي ما ملبوس، ومستنقي لعيونك أحلى عيدية. على كليشة العيد شوية حب حطيت، وعلى شايك درت خاشوق تحنية. العيد مشاهدينا كلمة قليلة في عدد حروفها، ولكنها كبيرة في معناها، فهي تحمل في طياتها البهجة والحب والفرح والأمل. ونحن معكم في اليوم الثالث على التوالي في تغطية خاصة من قناة الفلوجة لثالث أيام عيد الأضحى المبارك. كل عام وأنتم بألف خير. إذن أهلا بكم مشاهدينا مرة أخرى في تغطية خاصة لثالث أيام عيد الأضحى المبارك. والآن طبعا سننتقل إلى جانب من تهاني وتبريكات العيد في مدينة أربيل، أو معنا الآن مباشرة من أربيل مراسلنا بشير الحسن لينقل لنا أجواء العيد في أربيل. أهلا بك بشير. بشير جاهز؟ يبدو أن بشير ليس جاهزا. سنعود لبشير بالتأكيد في وقت لاحق. ننتقل الآن إلى تهاني وتبريكات كما قلنا في البداية لجانب من الأجواء في مدينة أربيل، ونعود بعدها. أحب أهني الأهل والأصدقاء بمناسبة عيد الأضحى المبارك. يا ربي إن شاء الله يعم الأمن والأمان على العراقيين من أقصى الشمال لأقصى الجنوب. اليوم إحنا إن شاء الله بمحافظة أربيل بشلالات قلي علي بيق، ما شاء الله أجواء تخبل وكلش حلوة يا ربي. وأشكركم قناة الفلوجة على حسن الضيافة. نتمنى من رب العالمين ينعم على هالشعب هذا بالصحة والعافية وراحة البال، وضعنا يستقر، أمورنا تستعدل، حتى نعيش نحس أنه إحنا فد شعب حالنا حال كل شعوب العالم، نستمتع بأوقاتنا، نعيش أيامنا صح، نعيش شبابنا، نعيش طفولتنا، نعيش حياتنا العائلية بشكل صحيح، مو كلها ضغوطات وكلها تعب نفسي. هاي رجانا بالعيد رب العالمين يكون يستجيب هالدعاء. أنا من ألمانيا جاي أزور أهل الأهلي، أهلي هون وأخواتي وصهري، وطبعا الشعب العراقي كمان أهلي الحبيب، وبتمنى لهم عيد الأضحى المبارك إن شاء الله كل عام وهم بألف خير. وطبعا ما بنسى أهني أبوي بسوريا إن شاء الله كل عام وهو بخير، ونعاد علينا وعلى جميع أمة محمد بالصحة والسلامة، وبهني زوجي بألمانيا وأولادي أيضا كل عام وهم بألف خير، وأتمنى لجميع أمة محمد الصحة والسلامة. وأهنيكم بالعيد المبارك إن شاء الله يا رب يكون عيد خير وبركة علينا وعلى كل هاي العوائل الطيبة الحلوة، ويبارك بشبابنا يا رب. وبالمناسبة خطوبة أختي كانت البارحة، أهني الكل الشباب إن شاء الله الكل يتزوج وينخطب ويبارك بذريتنا يا رب. ألف مبروك عليكم، ألف مبروك بالعيد المبارك. كل عام وأنتم بخير، نهني جميع العراقيين حلول عيد الأضحى المبارك، والحمد لله والشكر متونسين بشمال العراق مصايف أربيل، ونهني كل العراقيين. كل عام وأنتم بخير وعيدكم مبارك. أهني كل العراقيين وأهلي وناسي كلهم. نهنى الشعب العراقي بالأيام الحلوة هذه، ونتمنى أنه هالأيام تبقى تستمر، وهالعالم تشوفه كلها فرحانة بعيد غير أيام عيد، كل العالم يعني معيدة وكل أيام الله عيد، ونتمنى هذا الشيء يبقى يستمر بالبلد. كل عام وانتم بخير، أهني الشعب العراقي كله، وأتمنى اللي زعلان عليه يرضى، وربي يحفظ لي لي أمي. إن شاء الله أيامكم أعياد وأفراح ومسرات لكل الشعب العراقي، ويرفل بالعز والأمن والسلام إن شاء الله على كل العراقيين، ومن عيد إلى عيد، ومن سعادة إلى أخرى إن شاء الله. كل عام وانتم بخير، وكل سنة إن شاء الله أعياد أفضل على الشعب العراقي، موفقين إن شاء الله ربي، وتحياتي لقناة الفلوجة. كل عام بخير إن شاء الله، موفقين إن شاء الله، سلامة الأهل وسلامة العراقيين من كل سوء إن شاء الله. والله العامة هي سلامة إن شاء الله، الأمان للعراقيين إن شاء الله، والخاصة والله خاصة بداخلي. ما تحب تقولها بالعيد؟
والله ان شاء الله ابني بالسادس ان شاء الله يطلع معدل على السنه الاخرى وهاي ان شاء الله. لا ان شاء الله ماكو زعل ان شاء الله كنا متراضين. احب اهني جميع افراد العراقي بالعيد المبارك القادم ان شاء الله، واحب اهني اهالي كردستان بمناسبه هذا الاستقبال ان شاء الله، وشكرا على حسن الاستقبال. الله يحفظهم وان شاء الله يعم الامن والامان على الشمال وعلى كل محافظات العراق. يا ربي يا ربي. ما حزعلان على اخواتي اخوتي شيء؟ شلون يعني؟ زعل علي احد زعلان؟ لا لا ماكو زعل، لا الحمد لله. المن تحبي تعايدين؟ المن هم كل اهلي واقربائي واولادي، اي بنات شقيقتي بالامارات. شو تقولي لهم؟ اعايدهم كل عام هم بخير صحه وسلام ان شاء الله. وعد عليهم العيد بالخير يا ربي، ويحفظ أولادهم إن شاء الله أمن وأمان، ويريح الشعب العراقي إن شاء الله، وإحنا إن شاء الله شعب نستاهل السعادة والحب والخير إن شاء الله. عندك خارج العراق تحبي تنين؟ والله إي عندي بيت أختي بأمريكا، وعندي صديقتي بألمانيا، وعندي أقول لهم وبيت خالي بالإمارات، أقول لهم إن شاء الله كل سنة وكل عام بخير وسعادة، وتردون لبلادنا وإن شاء الله نبقى إحنا سلام وامان وبيت واحد. كل عام وانتم بالف خير، واحنا باهلنا اهل كردستان كلهم هالويار كل مكان بيها. كل عام وانتم بخير والشعب العراقي ان شاء الله بالف خير وعينه بخير وصحه وسلامه يا رب. اهني كل الشعب الكردي والشعب العراقي ثويه ان شاء الله، واتمنى ان شاء الله يعيشون بسلام ان شاء الله، ونتونس بالمنطقه الشماليه جميعا اهل العراق كليته. اتمنى ينعاد على العراقيين بصحه وسلامه، ويحفظ جميع العراقيين والعراق واهله. اذا مشاهدينا، كما شاهدنا جانب من تهاني وتبريكات المواطنين العراقيين في اربيل، كان لافتا جدا في التقرير الذي استمعنا له قبل قليل، فتاه سوريه توجه عيديه خاصه لزوجها ولوالدها. حقيقه هذا المشهد يعني اليوم يعيد لنا للاذهان العراق سابقا الذي كان دائما وجهه لكافه العرب في بلاد الشام وايضا في دول الخليج. العراق الذي يتميز بتنوع أطيافه وأعراقه، بحضارته، بأصالته، دائما كان محط أنظار الجميع، العرب وغير العرب. الآن سنعود لمراسلنا بشير الحسن الذي سيكون معنا مباشرة من أربيل وسينقل لنا الأجواء من هناك. أهلا بك بشير. أهلا أهلا بشير، كيف حال أربيل اليوم مع اليوم الثالث من أيام العيد؟ إقبال الناس، الفعاليات التي تراها حولك؟ نعم، على بداية عام سعيد عليك وكل عام أنت بألف خير، وعام سعيد على كل كل عام. طب ألف خير، أنا نسيت أعيدك. نعم، اليوم الثالث من كل عام أنت بخير، كل عام أنت بخير. الآن حقيقة لليوم الثالث من أيام عيد الأضحى المبارك، يعني لا زالت تتوافد الآلاف من العوائل من مختلف المحافظات العراقية على عاصمة إقليم كردستان العراق، يعني حيث اكتظت يعني الأماكن السياحية والأماكن الترفيهية، وخصوصا دائما السياح الوافدين إلى أربيل دائما يبحثون يعني على الراحة والأمان والاستقرار في يعني عموم مدن اقليم كردستان العراق، يعني حيث توجه الالاف من السياح الى الاماكن السياحيه في المصايف، في مصيف بيخال ومصيف قلي علي بيك، بالاضافه الى ذلك ايضا هناك في دهوك، ايضا كنا قبل يعني يوم امس في سليمانيه وقبلها في دهوك، يعني حقيقه دائما المصايف تجذب الاف السياح، السياح الوافدين الى اربيل والى دهوك يتجهون الى المصايف، يعني في مصيف بيخال وايضا في مصيف قلي علي بيك وفي دهوك في مصيف سولاف وفي مصيف سيرسنك، ايضا يعني في السليمانيه في سد دوكان، الحقيقه دائما يعني في النهار تتجه العوائل الى المصايف، اما يعني في الظهيره وفي وقت النهار نجد القلعه هي خلينا نقول هي الملاذ، يعني وهم دائما يبحثون عن التسوق هنا في القلعه مثل ما تشوفين يعني امامي، يعني في هذا الممر الرئيسي للقلعه هناك يعني المئات من المواطنين من مختلف المحافظات العراقيه، يعني في هذا المكان يعني حقيقه في هذا الممر
يعني الظل موجود هنا، واليوم يعني الجو في أربيل حقيقة يمكن درجة الحرارة تتجاوز 40، فدائما يتجهون إلى هذه الأماكن للتسوق وللتوضع. ألا يعني أنا واقف في هذا الممر راح أخذ تهاني، لا على التعيين طبعا، إحنا راح نأخذ احتمال يجوز أكون ناس ما تقبل تحكي، احتمال أكون ناس تفضل تطلع ويانا بالقناة، فأنا راح أخذ يعني لقاءات وتهانيهم في مناسبة العيد. السلام عليكم، كل عام وانتم بخير. وانت بألف خير، صحة والسلامة أجمعين إن شاء الله. صحة والسلامة، عيد سعيد على جميع أطراف الشعب العراقي بكافة مكوناته وطائفاته إن شاء الله. منين حضرتك؟ من محافظة نينوى، مركز مدينة الموصل. شلون الموصل؟ والله الحمد لله أمن وأمان الحمد لله. قصة لك هنا؟ والله صار 3 أيام. وين رحتوا يعني بالعيد؟ وين افتريتوا؟ والله للمدينة المائية، للقلعة، العين كاوة، يعني آثار أربيل. ممنونين. السلام عليكم. ده تخابر؟ إي والله. ده تقول لهم؟ أهلي يقول على قناة فلوجة طيب. حصلتهم؟ نعم. ايش قلت لهم؟ بعدني ما ادري يصرفون ويا. يلا تخابر. ألو. يقول على قناة فلوجة. أنا دي اتصل بهلا حتى يشوفوا بال يعني على على قناة الفلوجة. السلام عليكم. حصلتهم؟ اي نعم. ايش قلت لهم؟ قلت لهم طالع على قناة الفلوجة. يلا قدمنا الثانية. السلام عليكم، كل عام وانتم بخير وان شاء الله على الأمة الإسلامية بخير وعلى جميع اخواننا المسلمين بخير ان شاء الله. وان شاء الله احنا نريد كله الأمن والأمان. وتينا إلى أربيل يوم أمس وشفنا الاستقبال من أهالي أربيل، استقبال يعني ما شاء الله، يعني شيء ما من يعني رحبوا بينا وضيفونا ونشكرهم على هذا الاستقبال وعلى حسن ضيافتهم. والحمد لله والشكر هسه حاليا عندنا تجول بباقي المناطق. ايش قد راح تبقون هنا؟ والله اسبوع ان شاء الله. اسبوع؟ اي اسبوع، واحنا جايين من صلاح الدين. من صلاح الدين. نعم. شلون العيد بصلاح الدين؟ والله العيد ما شاء الله بصلاح الدين يعني زين الحمد لله، يعني بس شويه الامان، شويه اهم شيء الامان فوق الكل. احنا جايين لاربيل نتنزه في شنو؟ في سبيل انه الامان، هنا امان والحمد لله والشكر. يعني اربيل يعني مناطق حلوه، مناطق سياحيه وتجمع جميع القوميات، ماكو فرق بين عربي والسني وكردي، ماكو فرق، هاي يعني الحمد لله والشكر. تونسيين؟ الحمد لله تونسيين. الحمد لله، كل عام طب خير. انت بخير. كل عام طب خير. خلينا نشوف الاخ. كل عام طب خير. السلام والسلامه، كل عام سعيد عليكم ان شاء الله. والله يحفظكم حبيبي العزيز. منين؟ والله من صلاح الدين. اليوم هواي من صلاح الدين هنا باربيل. والله انا اشوف هواي من صلاح الدين جايين هنا لاربيل، يعني سفره وسياحه هنا كردستان. يعني جاي جروب لو يعني اصدقاء؟ جايين جروب واصدقاء. حلو. وين رحتوا؟ وين طلعتوا؟ والله هنا للشلالات، للقلعه، للمناطق المتنزهه الجميله الحلوه. حلو. الحمد لله الاجواء حيل زينه واستقبال جيد جدا. حلو. نشكركم على حسن الضيافه، وماكو فرق سنه وشيعه وكراء. المن عايدت اول واحد؟ ها؟ المن عايدت اول واحد؟ عايدت والدي ووالدتي. زوج؟ متزوج الحمد لله. زوجتك ما عايدتها؟ احنا متعايدين من كل الزوج من عندها وما عايدتها. لا لا عشان ما عايدها. الله يحفظكم ويخليكم. الله يسلمك اخو عزيز، اشكرك رحمه الله بخير ان شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم، احنا على الهواء مباشرة. كل عام وانتم بخير. وانت بخير الله يخليك. عيد سعيد عليكم. الله يخليك. الله يخليك، الله يبارك فيك. منين؟ احنا جايين من السويد. يعني من السويد جايين هنا سياحة. شلون الأجواء شفتوها هنا؟ لا الحمد لله والشكر حلوة، أجواء مال عيد، أمان، كل شيء متوفر، روح تعاون عندهم عرب وأكراد، يعني عندنا نحس ماكو فرق. أي يعني وين ما روح يحكون عربي كردي، يعني نفس الشيء. وين رحتوا يعني بال شقلاوة أو شو اسمها بعد؟ مصايف؟ بس شقلاوه. واحنا صار لنا يومين تدلون المكانات هنا باربيل. حلو. شقلاوه واحنا هسه اليوم سوق شيخ الله روح، وبعد والقلعه. انتوا هسه بالقلعه سوقتوا بعد؟ لا يعني راح تاخذون هدايا للسويد؟ طبعا من السماء. جيش هناك ماكو؟ لا ماكو. سمعتوا؟ من السماء وكرزات. اي زين، ما راح تاخذين الهدايا هناك بالسويد؟ زوجي والبنتي والاصدقائنا من السويد. يعني هناك اللي راح تاخذوه راح يرضى عليك، اللي ما راح تاخذوه الهدايا راح يزعل عليك. طبعا
لازم تاخذين كلها راح يكلفك فلوس مو؟ طبعا 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 بس اهم شيء العزيزين علينا حتى خاصة يعني اكون من السويد حتى نشوفهم بضاعتنا. تمام خلينا نشوف بعد الاخت كل عام انت بخير. انت بالف خير اخوي العزيز الله يخليك الله يسلمك. بالاصل منا من اربيل؟ احنا اصلنا من ديالى بس مستوطنين هنا باذن الله. اي اي يعني اول استقرينا. نعم اول ما جيتوا لاربيل لمن يعني عايدتوا لمن رحتوا؟ اصدقائنا ونسابتنا هنا بالاصل من اهل اربيل اكراد ماخذين يعني من زوجي. اهم شيء النسابه راسا رحت عليهم بالبدايه اول ما عيطتيهم واجب اكثر من اللازم. اول ما عيطتي نسابه مو بالله؟ نعم نعم عايدونا وقاموا بواجبنا وسووا اكثر يعني شيء اكثر من اللازم. لهم هديه من السويد لهم؟ انا مو من السويد من اصلا العراقي اي بس اختي من السويد. من السويد؟ لا انا كنت ساكنه بالسويد. كنت بالسويد. حاليا جيت من بغداد وجيت الى اربيل ما شاء الله روح التعاون والصراحه موجوده باربيل وما شاء الله عليهم. شو تشوفين هاي اللمه الحلوه يعني من كل المحافظات؟ انا منين ما اروح التقط صوره والتقط فيديو لانه كلش يعني متعجبه بهذا المكان والجمال وخاصه القلعه والشلالات وكل شيء. وشفت المصايف وزرتها ورحت الى مكانات اخرى شفت قسم من المطاعم اللي بيها سهرات وموسيقى حلوة يعني تعبر عن روح التعاون بيناته وماكو فرق لا بين عرب ولا أكراد فعلا يعني احنا هذا العراق يعني دائما العراق على اصولهم وكرمهم ما شاء الله عليهم الحمد لله. وان شاء الله كل السلامه السلامه والامان عراقنا الحبيب كله ويحفظكم جدا ممنونين لكم على اللقاء السعيد الله يحفظكم تحياتي. نعم آلاء خلينا ننتقل ايضا آلاء الى مكان اخر. نعم بس بالنسبه نعم بالنسبه للمشاهدين ولي ايضا يعني شكل السوق ويعني السوق المغطى هو يعني شكل مألوف وقريب جدا من اسواق تشبه هذا السوق في دول عربية وأيضا مثلا في تركيا يوجد سوق المغلق في مصر سوق الخان الخليلي وأيضا يوجد في سوريا قبل يعني في سوريا كان في حلب سوق يشبه هذا السوق. يعني أخبرنا عن أهم المنتجات الموجودة في السوق حتى الأخت تحدثت عن الكرزات وهي المكسرات لمن لا يعرف من مشاهدين العرب. طبعا أخبرنا عن أهم المنتجات التي تباع حاليا في هذا السوق بما أنه يعني هيك المنظر نعم. وراك نعم. بشهي نعم لا يعني نعم لا يعني حقيقة هو هذا السوق الشعبي الرئيسي في أربيل سوق القلعة يعني يضم سوق القلعة حقيقة المئات من المحلات التجارية محلات الكرزات والملابس وأيضا هاي المرطبات موجودة هنا يعني أي شيء يخطر على بال السائح راح يلقاه في هذا السوق حتى التحفيات الآثار أكو سوق النجارين موجود يعني سوق النجارين القديم موجود في هذا السوق يعني أيضا يعني محلات مختلف البضائع في هذا السوق يعني دائما السائح أو الزائر حتى يعني عندما يأتي من الدول العربية المجاورة للعراق أو الدول الخليجية يجد يعني كل ما يحتاجه في هذا السوق. في هذا السوق يعني أنا إذا عندنا يعني مرة ثانية راح ننتقل إلى يعني السوق الخاص بالمكسرات والكرزات. حلو حقيقة حلو. سوق شعبي جميل جدا يعني في هذا المكان مثل ما تشوفين يعني الناس ده تتبضع في هذا السوق يعني هذا السوق تقريبا في هذا المكان سوق الملابس. أكو يعني مطاعم بشير في السوق هذا يعني أشكال البضع. نعم نعم أيضا في هذا السوق في يوجد فيه العديد من من المطاعم دائما مطاعم يعني شعبية أيضا مقاهي شعبية بسيط يعني أحاول أصل إلى مكان المطاعم الشعبية اللي موجودة فيه يعني دائما هنا المطاعم الشعبية يحبون الأكلات مثلا التكة المعلاق هاي المشاوي اللي يحبوها دائما العراقيين ويحبوها دائما السياح المتواجدين في المعلاق اللي هي الكبد يعني إذا عنده وقت حتى أنتقل لكم إلى نعم أنا مصرة اليوم أعرف التفاصيل يعني المعلاق اللي هي الكبد صح؟ ماشي تدللين يعني إذا نأخذ فاصل حتى ننتقل لكم إلى المطاعم وشوفوا المطاعم الشعبية الجميلة هنا في هذا المكان. أكيد بشير يعطيك ألف عافية تعبناك يعني وإن شاء الله بنرجع بعد شوي لحتى تورجينا جانب من المطاعم ونحكي شوي عن الأكلات الشعبية الموجودة في أربيل. شكرا جزيلا لك بشير وشكرا أيضا لضيوفك الكرام.
الآن بعد أربيل سننتقل إلى مراسلنا فراس الدليمي من بغداد الذي سينقل لنا أيضا أجواء العيد في العاصمة العراقية بغداد. أهلا بك فراس، كل عام وأنت بخير، اليوم الثالث على التوالي، أهلا بك. أهلا آلاء، كل عام وأنت بألف خير، يا رب صحة وسلامة وتحقيق الأمان إن شاء الله. أهلا فيك، احكي لنا اليوم شو اليوم محضر لنا هيك من بغداد، أنت وين؟ كيف الأجواء حواليك؟ كيف إقبال الناس؟ درجات الحرارة؟ والله حاليا أنا اليوم وأنا راح أبدي بدرجات الحرارة، اليوم يعني درجة الحرارة تقريبا 50 درجة مئوية، يعني نصف درجة الغليان، الجو كلش يعني حار برا. فاليوم يعني اضطريت أنه أجي لأحد المراكز التجارية المولات في بغداد، لأنه الناس اليوم الغالبية هي راح تجي لهاي المولات على مود التبريد وعلى مود درجة الحرارة العالية برا. بصراحة يعني الآن قبل لا تكون الساعة 12، قبل لا توصل الساعة 12 درجة الحرارة وصلت 50، يعني هسه أعتقد تجاوزت 50، وبالتالي يعني اليوم الملاذ الآمن للعوائل العراقية هي هذه المراكز التجارية والمولات على مود يحتمون من الحرارة، وهنا طبعا أكثر تبريد، وأيضا أكو وسائل ترفيه كثيرة، يعني محلات ملابس، مطاعم، كافيهات، ألعاب أطفال، وهذا ما يعني تبحث عنه العائلة العراقية بهاي المناسبات. بشير بأي مول؟ أكثر شيء العائلة تحب تطلع على مود تونس أطفالها. حاليا أنا مول بغداد، مول بغداد اللي في منطقة الحارثية. تبدو الأجواء يعني جميلة، اليوم الحركة أفضل من أول يوم في المولات، اليوم ثالث أيام العيد. راح نتجول شوية نشوف حركة الناس. هنا أنا كثير من العوائل اليوم أنا أشوف، راح ألتقي بأحد العوائل ما يقبل، شوف هنا أنا شباب هم انهزموا، أكو ناس ما أدري ليش تنهزم. فنشوف حقيقة أكو حركة حلوة ودا تيجي العوائل بعدها، يعني الآن هذا مدخل المول، دا أشوف إنه عوائل دا تتوافد ودا تيجي للمول من أجل قضاء أوقات مع العائلة هنا. يعني ممكن إذا أريد ألتقي ويا أحد الشباب، تعال عمر خلينا نشوف. السلام عليكم، كل عام وانت بخير، صحة والسلامة إن شاء الله. شلون تشوفين الأجواء العيد هنا بالمول؟ أعذرني والله ما أنت ما تريد. يلا شكرا جزيلا. منو؟ منو ما تريد تقول ما أقدر. السلام عليكم، كل عام وانت بخير، صحة والسلامة. خير والأمان، الله يحفظك على جميع العراقيين إن شاء الله، تسلم، الله يحفظك أستاذ. شلون نشوف اجواء العيد؟ والله خير من الله، صحة وأمان وعافية على الشعب إن شاء الله. وأكو مثل ما يقول لون بهالعيد هذا، لأن الأمان عم إن شاء الله. أحب أوصل رسالة للسادة المسؤولين، هلا تلهلا بالمواطنين، وش أحب أزيد وأنت سيد العارفين أكثر من عدة ترى بالوضع. فراس؟ خير من الله والحمد لله والشكر. زين اليوم حار الجو ها؟ نشوف والله أشوى من ذيك الأيام شوية أحسن. لا شو الجو باردة؟ لا أحس أنا أقل 50 باردة يا معون. فراس يعني لا مو هو هنا تبريد. نعم ألا فراس، بس اسأله ماسك كيس بإيده ومحل محل نعم. ذهب زي ما إحنا شايفين، لمين جاي بالهدية؟ هو أنا داسيلة. أنت جاي هنا دا شفتك دا تشتري فتشي هاي أكسسوارات وكذا، أخذت نسائية لو رجال؟ والله نسائية وزوجتي. والله أيوة. عافية إن شاء الله، الله يحفظك متأكدة. لا تخاف ما خاف. هدية زوجتي إن شاء الله. شنو مناسبة العيد؟ والله مناسبة العيد إن شاء الله والله مو على طول، بين كل عيدين بالثالث. غير تجيبها وياك تطلعها؟ والله الأطفال وتعرف جو حار أي والله، ومسافة الطريق من الحلة هناك جاي. جاي من بغداد؟ لا والله من الحلة. الله يعني شفت بغداد؟ والله كلش حلوه، خير من الله، جميله. اكو مولات بالحله؟ والله عندنا اي مال باب الحسين، اي هم خوش مول حلو، بس ان شاء الله. يلا شكرا جزيلا، اتمنى لك اوقات ممتعه، كل عام انت بخير، صحه وسلامه. طب فراس شوف لنا صاحب المحل جاي اصلا من شو رايك نساله اقبال يعني العراقيين على شراء الحلي والجواهر في ايام العيد؟ يعني تبدو عاده عند العراقيين، ولو خوش زوج ما شاء الله، يعني عليه خير صحه وسلامه يا رب اجمعين على كل. شلون يعني بالبدايه اريد نشوف الاقبال العراقيين هنا على شراء هذه الاكسسوارات، رجاليه او نسائيه، شلون نشوف الاقبال؟
والله يعني شغلة هي كلش حلوة الأكسسوارز، يعني البنية تفضل إنه عندها مناسبة أو طلعة أو شغلة، مكان ذهب مكان ألماس يجون على الأكسسوار، وحلو أقباله يعني خاصة بالعيد حلو شغلنا. بس أنا أشوف يعني أكو بيهن أسعارهن هم غالية يعني مو رخيصة. حسب الشغل يعني إحنا وكالة إماراتية وشغل كله شغل عيد يعني مو لزق أو صمغ هاي السوالف، إي فشغلة كلش مميزة والأسعار يعني مناسبة. اي بالاكسسوار النوعيات اللي عندك يعني هي عراقيه لو عربيه لو اجنبيه، يا هو المرغوب اكثر هو يعني الموجود البرازيلي بالسوق والتركي، واحنا الوكاله الوحيده بالعراق اماراتي، يعني هو هذا شغله كلش مميزه حتى يعطوك عليها ضمان صيانه مدى الحياه لو انكسر قطع. اي فهاي السوالف تكون اكثر راغبه. طيب يعني الإقبال بالمناسبات يمكن على شراء هاي الأشياء أكثر من الأيام. بالضبط بالضبط، يعني هسه يعني عيد وأفراح وأعراس يعني أكثر الإقبال على هاي الشغلات. هو المحل تشوفه كله نسائي يعني قطع قليلة رجالية موجود صحيح، بس يعني النسائي أكثر. أي تعرفون لازم كل شيء يتأنقن به. بالضبط. والله الصبحية يعني تعرف الجو حار وهاي شوية الحركة تكون قليلة، بس العصر يعني الحركة كلش قليلة. هاي حلوة. كلامك بخير، توفيق إن شاء الله حبيبي. نعم لا يعني حلو. هذا محل اكسسوارات يقول احنا بالمناسبات والعياد يصير علينا زخم أكثر وإقبال أكثر من سمعت يعني أنا عجبني بصراحة هاي التفصيلة، فكرة يعني إهداء النساء ذهب أو الماس يعني في أيام العيد، خوش فكرة يعني حلوة. هي اكيد اكيد حلوه طبعا، بس الرجال يتاذى بيها يعني اذا الماس او بس نعممها هاي العاده. بس هسه يعني الاتجاه الاتجاه يعني الشباب اليوم يعني هاي المحلات الاكسسوارات اللي هي الفضه اليوم يعني نشوف اكو موديل واقبال عليها الفضه النحاس، يعني بدت عليها اقبال اكثر عند البنات والشباب يعني خصوصا كهدايا لانه اسعارها مناسبه حقيقه واشكالها لطيفه جدا. اشكالها لطيفه حلو يعني فيعني تقدر تشتريها كل العوائل. وبالتالي يعني حقيقه الحركه حلوه، انا اذا اشوفها هنا هم يعني نشوف احد الشباب هنا هم يبيع هاي الاشياء الفضه، يمكن ما يقبل يحكي. روح جهه الاكل، وين في اكل الناس تتجمع؟ كل عام وانت بخير. ها صحه والسلامه، شو اخبارك؟ شلون اجواء العيد؟ والله اجواء العيد حلوه. والله انا شلون الحركه؟ شو راحت منو؟ هاي صديقتي. والله جبت لها هديه؟ لا ما جبت لها هديه، علشان اجيب لها هديه لازم هي تجيب لي. والله كل عام وانت بخير حبيبي، شكرا جزيلا. والله حق ما بدي اجيب لها هديه بالعكس. والله لطيف. طيب فراس لحد هلا يعني تبدو الاجواء لطيفه فعلا في مول بغداد في العاصمه العراقيه بغداد، اقبال الناس بسبب درجات الحراره كما قلنا. رح نرجع لك بعد شوي، خليك معنا اكيد. وشكرا لك فراس، كل عام تبقى الف خير. إذا كان معنا مراسلنا من مول بغداد، نقل لنا الأجواء في مول بغداد التجاري. الأجواء لطيفة وتحدث عن إقبال الناس بشكل كبير على التجمعات أو على المجمعات التجارية بسبب ارتفاع درجة الحرارة. هلأ مشاهدينا رح ننتقل لأغنية هيك لطيفة، وبعدين رح نرجع لحتى نستضيف ضيفنا اليوم الثالث. ضيفنا لليوم الثالث من أيام العيد ولد في أسرة فنية عريقة امتزج بثقافة الفنون حتى وجد نفسه مهيئا بالفطرة للفن الراقي الأصيل. تربى على ألحان الراحل والده محمد جواد أموري، قدم عددا كبيرا من الأغنيات التي تذكرنا حقيقة بالزمن الجميل. هو يتميز بهذه النكهة أو هذه الهوية في أغنيات الزمن الجميل، اللحن الثقيل، الكلمة المنتقاة بشكل دقيق جدا.
الصوت الدافئ، الإحساس الكبير. طبعا ضيفنا له جمهور واسع من المتابعين لمسيرته الفنية سواء داخل العراق أو حتى خارج العراق. اليوم في ضيافة الفلوجة خلال تغطية العيد سيكون معنا ليطل على جمهوره حتى نستمتع معه بتقديم أجمل الأغنيات التي عرف واشتهر بها بالعراق وخارج العراق. الفنان رؤاس أموري، أهلا وسهلا بك، نرحب بك في تغطيتنا لهذا اليوم في ثالث أيام عيد الأضحى المبارك. كل عام وأنت بألف خير. كل عام وانتم بألف خير. شكرا يعني هذا التقديم الرائع، يعني ان شاء الله اكون استحقه. شكرا، تحياتي لكل الجمهور، تحياتي لكل متابعيني، تحياتي لقناة الفلوجة، اقول لهم كل عام وانتم بألف خير، والجمهور بألف خير، العراقيين وكل الطيبين بانحاء العالم بألف خير ان شاء الله. كل عام وانت بألف خير. يعني قدمت العديد من الاغنيات العربية وحتى ايضا تطرقت او يعني قدمت اغنية بلحن تركي، وكاتبة هذه الاغنية هي شاعرة مو شاعر كما تقول العصفورة لنا، ويعني بخصوص السياق التركي تحديدا يعني اشتهرت او عرفت حتى في الوطن العربي. انا شخصيا يعني كانت اول معرفة بك من خلال اغنية غنيتها يعني تعليقا على احد المسلسلات التركية، وكانت اغنية سنوات الضياع، كانت من اجمل الاغنيات التي تأثرنا بها. التوفيق من رب العالمين طبعا. هي الأغنية هاي الكلام يعني أنا كنت ما أصرح بهذا الموضوع، بس الكلام ولو هو عيد والدتي كاتبته على خالي المرحوم اللي هو عماد وتوت من توفى، كتبته عليها. وأنا من حب يعني للمسلسل يعني كلفتها، قلت لها أنه تكتبي لي كلام يعني حزين بطريقة معينة حتى يكون مقارب للحزن الموجود بالمسلسل، هو بيوم وفاة البطلة اللي هي رفيف. طلعت صح. الأغنية بالإم بي سي، قناة الإم بي سي. صحيح. والتوفيق من رب العالمين. كانت اكو 25 أغنية منافسة يعني، بس اختاروها الإدارة، اختاروا هاي الأغنية بالذات. يعني صحيح انه الاغنيه يعني ترتبط بذكرى حزينه يعني اكيد لديك، وخصوصا ان كلماتها مكتوبه من قبل والدتك لذكرى معينه كما تحدثت، بس مع هيك انا واكيد كافه الجمهور اللي قاعدين هلا بيتابعونا وبيشوفونا حابين انه يسمعوا هاي الاغنيه الرائعه اللي فعلا احنا تاثرنا فيها، وكانت يعني جزء من هاي الحاله اصلا اللي شكلها العمل التركي في ذلك الوقت. وانا محضر لكم اغاني مال العيد، مواويل للعيد. لا نجي نجي، لا تخاف نجي. يلا ان شاء الله ان شاء الله نغنيها بعدين. اكيد. اوكي. طفات القدر يا شمعتي، خلانا جرب حسرتي، شلي بهالعمر يا دنيتي، محسود على حظي وقسمتي، شلي بهالعمر يا دنيتي، محسود على حظي وقسمتي، قسم الحوذة ما بين ايدي وراح، شباب وغاب ما تهنى يوم ارتاح، قسم الحوذة ما بين ايدي وراح، شباب وغاب ما تهنى يوم ارتاح، يا شمس الدنيا والقمر أنا أدفع شبابي والعمر، لو يرجع أضم واعتذر ويشوف السوى بي القهار، لو يرجع أضم واعتذر ويشوف السوى بي القهار،
الحوذاب ما بين يدي وراح شباب وغاب ما تهنى يوم مرتاح. الله عاشت ايدك نؤاس. فعلا يعني واضح سبحان الله يعني عندما يكون هناك انسجام ما بين المغني وما بين الكاتب يظهر هذا الشيء يعني جليا في العمل الفني، وهذا واضح جدا في هذا العمل. خلينا نعوف القهر بما انه اليوم عيد وفرح وامل وبهجه، خلينا نحكي عن احد اهم الاعمال اللي غنيتها واسمها سويتها. احكي لنا عن ظروف هاي الاغنيه، هل تعتبر يعني اعتراف يعني بشيء ما انت سويته؟ او أغنية سويتها هالمرة طبعا من كلمات الشاعر الكبير ضياء الميالي وألحان الملحن والفنان المبدع ماهر أحمد، أقدم لهم تحية وأقول لهم كل عام وأنتم بألف خير إن شاء الله. طبعا التقينا بسوريا، كنت يعني بصدد تصوير أغنية مرنا بكم حمد مع المخرج حامد صالح، أيضا أعيد عليه أقول له كل عام وأنتم بألف خير. فالتقيت بهم بسوريا، كان رمضان، ويعني طلبت من عندهم انه ينطوني اغنيه، يعني تدرين هذا اللون انت قلتيه، اللون احب اللون البي شويه تنافسيه بالغناء واستعراض لل يعني المقامات او طبقات الصوت العاليه والواطيه والتوزيع الموسيقي وكذا. وانا كنت بهالفتره منقطع تقريبا، يعني فتره يعني من الحروب والسفر والغربه منقطع عن الساحه الفنيه تقريبا 6 أو 7 سنوات ما مصور الكليب. فردت فتشي من عندهم، طبعا هو انطاني اياها بصيغه يعني بايقاع شويه اسرع من اللي سويتها به. قلت له لا احنا نبطئها ونسويها ايقاع سلو حلو 16 بيت، وقمت بتوزيعها وتعبت بتوزيعها شهرين تقريبا، وتريات والات وعزف وغنى 3 مرات 4 لانه كان يعني غناها صعب، بها طبقات عالية وواطية، والحمد لله رب العالمين الناس حبتها وتوفقنا بها. يعني نؤس يعني هذا الحرص منك دائما انه في هوية خاصة فيك وكاركتر خاص فيك، يعني حتى حكيت انه كان ايقاع اغنية سويتها شوي سريع بطأته، بتحس انه هذا مكانك، هاي مساحتك الخاصة، يعني خصوصا انه حاليا اغلب الاغاني العراقية الرائجة او المشهورة يعني فيها ايقاع سريع جدا، لكن انت حريص على تكوين كاركتر خاص فيك صح؟ شوفي انا اولا احاسب غير الفنانين الباقين، ولو يعني اكو مثلا فنانين يكسر ويجبر مثل ما نقول، يعني يسوي لو مثلا فنانين واصوات حلوه وجميله ولهم احترامهم وبالساحه ثقلهم، بس يعني لابد انه لانه يقومون ما حد يجيبها بحفلات، حتى بحفلات اعراس، حتى ما يطلع بحفلات يعني اي شيء، حفلات اعياد او كذا، لان اللي راد له اغاني سريعه تغنى حتى الناس ترقص عليها وتفرح وكذا، وفيقوم يكسر ويجبر يسوي اغنيه ثقيله واغنيه سريعه، اغنيه ثقيله انا ما معتمد اعتماد كلي على الغناء، لاني موزع وملحن وصاحب استديو ومهندس صوت. صحيح، اكثر شغلي يكون بالاستديو، يعني اكثر رزقي خلينا نقول يكون بالاستديو. واني محاسب قلت ليش؟ لانه انا ابن محمد جواد اموري، احد اهم اعمده الموسيقى العراقيه. والناس يعني اذا اسوي فشي دون المستوى يعني يقولون اذا انت ابن محمد جواد اموري اللي هو طول حياته يطالب بالاغاني الاصاله والاغاني الجميله اللطيفه وبها فن وبها تحويلات مقامات وكذا، فصعبه يعني شويه. ممكن انه اسوي اغاني سريعه، وسويت اغاني سريعه بس ما بها اسفاف، ما بها كلام جارح، ما بها يعني كلام سوقي، بس لا اكثر. يعني هذا اكيد من حسن حظنا نؤاس انك حريص على هذا الكاركتر وهذه الهويه، لانه بالنهايه احنا كمشاهدين مستمتع كجمهور فعلا يعني صح، ممكن يكون في حركه ما رائجه في الوقت الحالي، لكن ايضا العمل الثقيل والعمل الرصين ايضا له جمهور، مو شرط يكون نخبه، يعني احيانا فعلا الشخص بحب يسمع هيك ويعني على رواء زي ما احنا بنحكي. المسؤوليه اللي بتحس دائما انك انت تحملها على ظهرك بسبب طبعا اكيد والدك الراحل الله يرحم الملحن الكبير محمد جواد اموري، يعني هاي المسؤوليه بتشعر انها هي عبء عليك ولا لا انت فخور بهذه المسؤوليه وتشعر انه انت تكمل الطريق بعد والدك؟ طبعا جدا فخور اني، يعني هاي شيء اي واحد يتمناه، انه يعني نص الطريق
يعني هو هيئ لي اياه باسمه، فقط انه ارتباط اسمي باسمه هو نص الطريق هيئ لي اياه، بس يبقى شلون راح اكمل اني هالهرم هالعملاق هذا اللي سوى هالارث الموسيقي الكبير. انا جيت اوكي ابنه وعندي اسم، بس انا هل دا اقدم فن؟ هل صوتي مثل ما هو كان يتمنى او مثل ما هو كان يمدحني؟ هل الناس تقبلها الي احترامها الي احترامها الفني دا اقدم؟ هاي ايضا هاي مسؤوليه مضاعفه طبعا. احنا يعني منك ساعدني بالاسم، من انا لازم مسؤوليه مضاعفه بحسن الاختيار بحسن التصرف وال يعني تكمله المسيره ان شاء الله يا ربي أنا اكون قدها ان شاء الله. ان شاء الله قدها. وقدود نؤاس، نؤاس بما انه احنا بنحكي عن هذا الاختلاف وهذا التميز اللي بيتميز فيه نؤاس اموري بالاغنيه العراقيه، الاغنيه الرصينه، الاغنيه اللي فيها هيك شجن او يعني اعتماد على المقامات واللحن الهادئ، ملاحظ حاليا في رواج يعني كبير جدا للاغنيه العراقيه في الوطن العربي، الاغنيه العراقيه اصبحت مسموعه، لكن ما بتحس انه هذا الرواج شيء ايجابي فعلا، لكن من ناحيه اخرى ايضا اضر ب يعني الكواليتي او جوده الاغنيه العراقيه، لانه صار الجميع يعني حريص على يعني انتاج الاغاني السريعه، انتاج اغاني الحفلات كما قلت. ايش رايك بالحاله الشبابيه الحاليه بالعراق من يعني بما يخص الغناء؟ بصراحة نص الصوت انقطع، بس قولي لي آخر بارت حتى أفتح. بس بسأل عن رأيك يعني كناظر وكمستمع للأغاني العراقية الحالية الرائجة، أنه هي دائما تركز حاليا تركز على الإيقاع السريع، أغاني الحفلات، هذا صح أفاد الأغنية العراقية، لكن يقال أنه أيضا أضر بالأغنية العراقية من ناحية أخرى جودتها يعني مثلا، ما رأيك بذلك؟ شوفي يعني اكو اغاني عراقيه تقدم الان بطريقه جيده جدا واسلوب جميل واسلوب حلو ولحن رائع، مثلا عندنا الفنان الكبير علي صابر الملحن، اوجه له تحيه اقول له كل عام بألف خير ان شاء الله، قدم الاغنيه العراقيه للوطن العربي يعني بطريقه جدا رائعه وجميله ونفتخر بها. ايضا الملحن نصرة البدر اخويا وحبيبي اقول له كل عام تب الف خير، بفتره من الفترات يعني قدم مجموعه من الاغاني كانت ما نتمنى انه تطلع يعني هيك اغاني، بس حاليا بهاي الفتره الاخيره ايضا قدم اعماله وحتى سابقا يعني كان هم يكسر ويجبر، بس حاليا قدم يعني اغاني هاي اللي هو دوتو هو وحسين غزال ودوتو هو واصيل هميم، يعني اغاني رائعه جدا، وايضا كل هالاغاني هاي العراقيه نالت شهره عربيه واسعه، بالدليل انه اعلى الترندز واعلى المشاهدات على اليوتيوب هي هاي الاغاني العراقيه الجديده. حلو. بس اكو اغاني مثل ما انت تفضلتي، اكو اغاني من دون المستوى، يعني هو الفن رساله، انا حبايبي اخواني الفنانين كلهم يعني يشتغلون اكثرهم يشتغلوا وياهم كتوزيع وكالحان بالاستديو وتسجيل. انت فنان، انت محاسب، انت اللي تقود المجتمع من خلال الاغاني، الاغاني هاي بدها تجيب مليون 100 مليون مشاهده و200 مليون مشاهده، انت راح مسؤول على جيل كامل. فانت من تقدم اغنيه تقول انا مثلا انا اخوك وحزام الظهر واجيب السلاح واضرب وما ادري شنو بالعركه، يعني هي الاغنيه رساله انسانيه. جميل. مو رساله تدعو للعركه وللمضارب فصل عشائري وكذا. جميل. هذا اللي اتمنى منهم يعني. جميل جدا ما تفضلت به نؤاس، بما ان احنا بنحكي عن الاغنيه العراقيه والاغنيه العراقيه المرموقه وعن الارث الذي تحمله دائما كمسؤوليه، ارث الوالد الراحل محمد جواد. نعم. اموري، مستحيل انه نخلص اللقاء او يمر هذا اللقاء من غير ما نحكي عن الاغنيه الرائعه يا طير اللي غناها الفنان، انا يا طير اللي غناها الفنان عاصي الحلاني واشتهرت جدا بالوطن العربي، يعني يا ريت تسمعنا حتى هيك يعني المشاهدين ينبسطوا. هي هاي الاغنيه قبل ما انا اغنيها 17 مطرب غناها، واللي المطربه اللي غنتها الرئيسيه اللي لحن الهياء والدي اسمها نغم محمد، هي بس هاي الاغنيه غنتها وبعد ما يعني ما كملت مسيرتها الفنيه. غناها بعدها الفنان حطام العطار، الفنان فؤاد سالم وكثيرين يعني من الناس. اي فاخر من غناها كان عاصي. نغم
أنا يا طير ضيعني نصيبي، عن يا طير ضيعني نصيبي، حرت لان الهالي ولان الحبيبي، بويا لان الهالي ولان الحبيبي، حرت ما بين انسى وبين الاقيك، واحل مره الهالي ومره تحلي، وطير ويا الهوى لو يمر طاريك، وطير ويا الهوى لو يمر طاريك، وضمك ماي من عطش حبيبي، وضمك ماي من عطش حبيبي. أنا بقلب الحانيني في ظنهرين، ولك اشتاق شوق الطفل العين، يا الحبك دي وفرحتي هلالي، عني حبك دي وفرحتي هلالي، تيه الفرحة وهلا هل يا حبيبي، عني فرحة وهلا هل يا حبيبي. أنا يا طير ضيعني نصيبي، حرت لان الهالي ولان الحبيبي. الله، يعني لازم هيك نزقف. يعطيك ألف عافية. بما أننا نحكي عن يعني إحنا بجو عيد وإحنا بعيد الأضحى وأجواء عيد وفرح، في أغنية لك اسمها عيد حبنا، يعني كنت حريص على حتى تصويرها في يعني بكليب، حنشوف هذا الكليب ونرجع نحكي عن هاي الأغنية. نؤاس، هيك في سؤال نسائي يعني هيك خبيث بس بدي أسألك إياه، بالواقع بالحياة الواقعية بتهتم بعيد الحب مثل ما اهتميت بعيد الحب بالكليب، وإيش بتحكي لحبيبتك أو شريكتك بعيد الأضحى، وبتفكر إنك يعني تقدم أي عمل بهذا الخصوص؟ طبعاً أنا مقدم لشركة حياتي، قدمت لها قبل هاي الأغنية أغنية أيضاً بعيد الحب، حلو، اسمها أنت الحب. طبعا انا بعيد عنهم هسه، تعرفين الفنان كل عيد يعني راس سنه اعياد حفلات كذا، يعني اغلبها انا اكون مسافر، صحيح، فاقول لهم زوجتي واولادي مشتاق لكم، ان شاء الله اجي اعوضكم عن كل اللي فات بهالايام الحلوه بذاك العيد وبراس السنه، وعذروني يعني هذا رزقي وهذا لازم الناس لها حق عليه. لا اكيد احنا يعني واني كلش ملتزم بعائلتي. حلو، احنا يعني كاعلاميين اكيد بنفهم الحاله، حاله الفنان وحاله الاعلامي دائما مرتبط، ويعني اغلب المناسبات الاجتماعيه ما بيقدر يحضرها، اكيد يعطيك العافيه والله يخلي لك اياهم. وبهي المناسبه هيك يعني خلينا نغني هيك فد موال يعني عراقي، سواء توجهه للعائله او ايا كان موضوعه، يعني موال محبب لك، يعني تعرف العراقيين يعني دائما يفضلون الموال. اي أنا مسوي موال حتى يعني مصورة، هو كلمات صديقي وحبيبي الأستاذ الإعلامي والشاعر أحمد هندي، أقدم له أوجه له تحية، أقول له كل عام أنت بألف خير وأنا منتظرك ببغداد لازم تجيني. قدمنا شيء موال صغير هو عن العيد، يعني أسمعكم إياه إن شاء الله يعجبكم. كل عام واحنا اهل وكل سنه واحنا اخوان، كل عام واحنا اهل وكل سنه واحنا اخوان، بالحب عيد على ربعي واحبابي وهلي والناس والجيران، يا رب امان وامن يا
تخلي التسامح صفة ويبقى الأمل عنوان كل سنة وحب الوطن يجمعنا منهم قصر لجبال كردستان. إن شاء الله عجبنا. يعطيك ألف عافية نؤاس. نؤاس يعني احكي لنا عن الأعمال المستقبلية، الأعمال الجديدة اللي حطوا فيها قريبا على المشاهدين. يعني في هيك أي عمل بتعمل لنا إياه، تغني لنا إياه حصري بتحكي لنا عنه؟ أي أكو 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 آخر عمل نزل إلي ديو مع الفنان الكبير إسماعيل فروتشي قبل تقريبا 10 أيام، قمنا ب يعني إعادة توزيع وغناء أغنية خلينا نشوفه خلينا، اللي هو هي ألحان وكلمات والدي الملحن العراقي محمد جواد أموري، وطلعت يعني بتلفزيونات الحمد لله والشكر، الناس يعني كلش حبتها، عندنا عدة توزيعها بأسلوب جديد يعني غربي. وعندي مجموعة من الديوات الجديدة مع الفنان محمد عبد الجبار، أيضا راح نقوم بإعادة أغنية من ألحان والدي، يعني هي مجموعة هاي فد مشروع أنه نعيد الأغاني القديمة للوالد، وحدة مع الفنان الكبير محمد عبد الجبار، وحدة مع صديقي وأخوي الفنان الكبير قاسم السلطان، وأيضا الصديق الحبيب والأخ وابن العم باسل العزيز، وعندي ايضا مشروع ويا الفنان لؤي نانا ايضا نعيد اغنيه من الاغاني الراحل، يعني 5 أغاني تقريبا كلها اعاده الاغاني القديمه للوالد. وعندي اغاني لي 2، وحده سريعه يعني بعدني ما بالضبط اي اغنيه، عندي 3 أو 4 راح اختار من عندهم وحده، وعندي ايضا اغنيه سلو نفس اللون مال سويتها هالمره وانا ذكرياتي، اسمها روح، كلمات شاعر قصي باسل وألحاني توزيعي، أيضا يعني جاهزها الأغنية بس للتصوير إن شاء الله بعد العيد أقوم بتصويرها. جميل، نتمنى لك أكيد التوفيق في كافة الأعمال المستقبلية، ويعني للأسف يعني الوقت يداهمنا، أكيد كنا بنحب أكثر أنه يعني نستمتع معك، بس أكيد ما رح ننهي اللقاء كمان الكادر كامل، وأنا كمان نستنى أنك تغني لنا أغنية مرينا بكم حمد، الأغنية اللي اجتمع فيها يعني 3 عمالقة في العراق، الكاتب مظفر النواب والمغني إلياس خضر، وأيضا كانت من تلحين الوالد الراحل محمد جواد أموري. ويعطيك ألف عافية، وخلينا هيك نسمع الأغنية الرائعة. شكرا جزيلا. أنا قبل ما أبدي بالأغنية أحب أهنيك على لباقتك وعلى ثقافتك وعلى حسن إدارة اللقاء، وما شاء الله قارية زين عن كل الإنجازات العائلية، وتسلمي. أنا أردلوق الحمد مالوق أنا الغيرة، أنا أردلوق الحمد مالوق أنا الغيرة، يجفلني برد الصبوح وتلجلج الليرة، مرينا بيكم حمد واحنا بقطار الليل، وسمعنا دقق هوا شمينا ريحة هيل، يا ريل صيح بقهار صيحة عشيق، يا ريل يا ريل صيح بحزن صيحة عشيق، يا ريل هو در هواهم ولك حدري السناب القطع، انا اردلوق الحمد مالوقني الغرى، يجفل لي برد الصبح
وتلاجل جيل ليرة يا رمل بول زغور نلعب نطوف فرا ودر هواهم ولاك حجر السنا بالقطع. الله الله، صح لسانك يا نؤاس، فعلا عمل راقي جدا، واكيد اطفيت شيء هيك عليه من احساسك الصادق يعني بالاغنيه. يعطيك الف عافيه، بنتمنى لك التوفيق في كافه اعمالك القادمه، وانت فعلا يعني فخر للعراق، وما شاء الله عليك تكمل مسيره والدك كما انا اتوقع كما يريد وكمان كما يليق بك وبه. يعطيك الف عافيه، كل عام وانت بالف خير. كل عام وانتم بألف خير، ومشاهدينا كلهم بألف خير إن شاء الله يا ربي. تمنياتي للعراق وأبناء العراق يعني الاهتمام أكثر بهم، نظافة المدينة بغداد والمحافظات، الاهتمام بالخريجين ذولا اللي يتخرجون مساكين ما عندهم وظائف، يعني كهرباء، الخدمات إن شاء الله ترتقي، يعني أمنياتنا هاي للعراقيين كلهم إن شاء الله يا رب تتحقق. شكرا لك نؤاس، يعطيك الف عافيه. مشاهدينا اذا كان معنا الفنان الجميل، الفنان العراقي الراقي نؤاس اموري. الان سننتقل الى اغنيه وسنعود بعدها لاكمال التغطيه. اهلا بكم مشاهدينا من جديد في هذه التغطيه المباشره التي نقدمها لكم في ثالث ايام عيد الاضحى المبارك على قناه الفلوجه. الآن سنعود مرة أخرى لمراسلنا بشير الحسن من أربيل الذي ودعناه ونحن نطلب منه البحث عن مطعم للحديث ولنقل صورة الأكل الشعبي الذي يقدم في أربيل من السوق الشعبي في أربيل مباشرة. بشير جاهز؟ بشير أهلا بك مجدداً. يبدو أن الاتصال انقطع مع بشير. إيش عندنا هلأ؟ طيب ألو بشير، بشير معي تسمعني؟ يبدو فعلا أن الاتصال انقطع مع بشير. لا سامعة بشير، أهلا بك مجددا. نعم لا أسمعت. نعم احكي لنا شو لقيت. نعم الان نعم الان انتقلنا الى مكان اخر، يعني مكان اللي به المطاعم الشعبيه والبيئة هاي الاكلات الشعبيه المختلفه مثل ما تشوفين. يعني راح استعرضك اي امشي لك راح استعرضك الاكل اللي قدامي. الكباب موجود هنا، يا لهوي، وايضا هاي الاجنحه موجوده. نعم التكة موجودة والمعلاق موجود، وراح أخذ يعني صاحب المطعم حتى يحدثنا بعد أكثر على الأكلات الشعبية وش يحبون السياح الموجودين هناك. السلام عليكم. سلام. كل عام وانت بخير. بخير وصحة وسلامة. أشوفك يعني معلاق معلاق تكة كباب شعبية عراقية مو تمن مرقة كل شيء مو أكيد حتى ملاعيمك راحت. أي والله شو تسوي؟ شنو عندكم هنا الأكلات؟ كباب، تكة، دجاج، معلاق، شلاوي، أجنحة، قوزي، دجاج على تمن، تشريب، كل شيء أكو. سمعت يا هلا، يمكن تقريبا 7 أو 8 اكلات شعبيه مشاوي هنا موجوده باربيل. نعم. شلون الاقبال الناس؟ والله شلون؟ اقبال الناس شلون ياكلون؟ لا اخواننا العرب جايين سياحه وبدنا نستقبلهم احسن استقبال اكيد. ما مقصرون؟ ما مقصرون. شلون الاسعار مالتكم؟ هسه بيش النفر المعلاق؟ نفر الكباب نفر المعلاق ب10، ثلاث اشياش ب10، والكباب؟ الكباب ب9 3 اشياش، كله لحم عراقي. هذا لحم عراقي خالص؟ كله عراقي. لا لا انتوا هنا اللي موجودين بالقلعه الاكل مالكم ما شاء الله نظيف وممتاز. لا تخلينا ندخل. لا راح احاول اخذ يعني الناس اللي موجودين بالمطعم اللي دي يتناولون وجبه الغداء. راح انتقل الى المطعم الثاني. هلا مثل ما تشوفين هذا المعلاق موجود هنا، تكه موجود، هذا الفخذ مال اللحم موجود وكل شيء جاهز. والله أيضاً الله يسامحكم. هنا أنا موجود القص. بلشت أندم إني طلبت هذا الشيء. موجود القص
القص الدجاج وايضا قص اللحم موجود هنا. المعد صباح 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 زميلنا العزيز بيحكي لنا بده يشوف الكباب. نعم كباب هذا هنا ديشو على هذا هنا على الفحم. يا لهوي العراقيين دائما يحبون الاكلات اللي موجوده على الفحم يعني تكون طيبه كلش. طماطم الشوي والكباب. خلينا نشوف اللي موجودين هنا دا ياكلون ايضا هنا الاكلات الشعبيه الاخرى اللي موجوده هنا مثل ما تشوفين. هذا التبسي تبسي موجود. هذا الدجاج موجود هنا. هذا ايضا هذا احنا نسميه بالعراق المرقه مو. وهذا هنا موجود التمن. السلام عليكم كل عام وانتم بخير. كل عام وانتم بخير من العائله. حدثني شنو هاي الاكلات اللي موجوده هنا؟ الاكلات موجوده عندنا تمن شجر شجر باميه 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 بها لحم؟ لا بدون لحم. عندنا قوزي عندنا قوزي. هذا القوزي موجود. بايش نفر القوزي هنا عندكم؟ هنا عندنا كامل 10 حسب اكو 15 من غير مكان احنا ب 10 نبيعها حسب الامكانيه مالتهم. زين الاسعار اكو اقبال عليكم من السياح؟ الحمد لله وشكرا. الحمد لله. الله يرزقكم ان شاء الله. هلا خلينا ننتقل على ويا الناس اللي دا ياكلون هنا ونشوفهم ونعايدهم. السلام عليكم. كل عام وانتم بخير. السلام عليكم. هنا اخوان كراد. كل عام وانتم بخير. يعرف عربي؟ ايه. يلا العاد كل عام وانتم بخير. انت بخير عمي وسهلا. دا اشوفك تاكل تمن وفاصوليا. انتم الكراد دائما يحبون التمن والفاصوليا. حتى ال باليوم ثلاث مرات. لا يعني احد الاخوان الكرادي يحب الفاصوليا والتمن يقول باليوم انا كلها ثلاث وجبات. والله بالعافيه يعني الفطور والغداء والعشاء. الله يعافيك. هنا الاخ يمكن من ربعنا عربي من الموصل. ما شاء الله تشوفين السفره مالته يعني تمن وفاصوليا وباميه وقاص اشكال ما شاء الله. كل عام وانت بخير حبيبي. الف عافيه عليك. سلام ان شاء الله على الوطن العربي جميعا ان شاء الله. اشوفك يعني ما شاء الله ثلاثه يعني مو ثلاثه. اي بالعافيه عليك. شلون العيد بالموصل؟ شلون الاجواء؟ والله ما شاء الله خير وبركه الحمد لله وشكر. والله يديم الامن والامان ان شاء الله. وما غالي لك ها؟ لا وما غالي لك. لا زينه اسعار زينه. لا زينه الحمد لله. جايين سياحه هنا جروب؟ إيه لا والله جايش وحدي مو سياحه يعني مو قرب انا والشباب معي. شلون العيد بالموصل؟ والله ما شاء الله زين بس واحد يغير جو ويطلع للشمال. الله يحفظك ان شاء الله الموصل نشوفها دائما يعني ترجع بعد احسن من قبل. الله يعزك ويستر عليك ويحفظك. الله يسلمك. تعال راسك. هلا هنا الحجي دا يضرب فاصوليا وباميه وتمن. السلام عليكم عمي كل عام وانت بخير. حجي حجي وقت الاكل ما يشوف ما يقبل يقول وقت الاكل ما اقدر احكي وحق الرجال. هنا ايضا الاخ بالعافيه علي يضرب ايضا هم تمن وفاصوليا ودجاج. صاحب المطعم السلام عليكم. وعليكم السلام. يعرف عربي؟ لا والله ما يعرف عربي صاحب المطعم. ممنونين شكرا للاستقبالنا. شكرا يا ضيف. هلا الله يسلمك ممنون. كل عام وانت بخير. على راسي اهلا وسهلا. على فلوجه على راسي عمو اهلا وسهلا. حياتي قلبي. انا راح اطلع يعني على ابو الشاي. يلا دائما بعد الاكل والزفر واللحمه العراقي من يحب شاي. ياكل هاي المشاوي بالاكل لازم يشرب شاي يعني لازم يشرب شاي. المشكله هنا حتى عفوا حتى اذا كان درجه الحراره 40 50 الشاي لازم برضو الشاي موجود. موجود صح مو حجي؟ نعم يعني لازم بس على الكاميرا هنا معي يعني احد الاخوان اللي عنده هاي مال الشاي. كل عام وانتم بخير. كل عام وانتم بخير صحة وسلامة على عليكم وعلى كل العراقيين الشرفاء. يعني واحد يكمل الغداء. نعم. قاص، كباب، دجاج، لحم، أي شيء لازم يجي يشرب شاي هنا يمك. طبعاً شراب الشاي لازم بدون شاي ما يقدر خاصة اللي مدخن. لازم يشرب شاي. لازم يشرب شاي. والله حتى لو درجة الحرارة 50 من العراق يشرب ويدخن. والله هسه أربيل 51 خلي أعطيكم بكل صراحة. ايه؟ أربيل 51 حاليا خابرونا. حلو. ها وشراب الشاي شراب يشرب شاي ما يحس بالحر والبرد ماكو. أهم شيء الشاي يصبي دماغه. وهذا دماغه. إيش فائدة ايه؟ الشاي؟ إي نعم. شلون الشغل زين؟ نحمد الله ونشكره. الحمد لله والشكر. بالنسبة لي أنا مقتنع والحمد لله. الله يرزقك. الله يرزق الجميع إن شاء الله.
ممنونين على راسي على راسي. يعني بشير الاجواء رائعه وصح انها يعني مؤلمه، المناظر مؤلمه، كباب ولحم و هنا شباب بده يضربون شاي، هنا خلينا ناخذ يضربون شاي هنا الاخوان الشباب. السلام عليكم، كل عام وانتم بخير. الله ايامك ان شاء الله، صحه سلام سلامه الاهل. غديتوا؟ الحمد لله. شكلتوا؟ كنا تمن وباميه وعليها دجاج. تمن وباميه وعليها دجاج، الف عافيه عليكم. هاي اشكو فلس جامعيه راح تطلعوا بالعيد. الحمد لله. شو تسوي؟ شو نحصل؟ هاي ونسى جاي نتونس وجو حلو يعني مرتب الحمد لله يعني. الجو حلو، نطلع حديقه مائيه ومنه واربيل وشغلاوه يعني نغير جو. العد وين نروح؟ ما عندنا شيء هناك ببغداد نروح له. بغداد؟ ليش بغداد؟ ما بيها اماكن سياحيه ما بيها. مو حلوه، مو مثل هنا، هنا ارتب يعني. ارتب هنا صيفات وشلالات. شنو اللي ينقصها بغداد حتى تكون مثل اربيل مثل السليماني؟ وش اسمه وترتيب يعني، اهم شيء النظافه، النظافه ماكو. بس هنا اول ما تروح يعني جو نظيف وحلو وهدوء. فقط الزوراء والجزيره. كلها سهل، بغداد كلها جت هنا يعني. حر هناك ببغداد يعني. مو قصه حر، ترتيب ماكو، اهتمام ماكو يعني. ان شاء الله. شكرا، ممنون. ايضا عائله عراقيه هنا أنا متواجده. يشربون شاي، خلينا نشوف الحجيه. كل عام وانتم بخير. ما تريد الحجيه؟ حجيه يمكن شويه ضاربه كباب وما تقدر تحكي الحجيه. ما بشير تحكين؟ تعي حبيبي يلا. كل عام وانتم بخير. نعم هلا. تفضل تفضل. كل عام وانتم بخير. انت اهل الخير. يلا قدمي لنا تهنئه مال العيد. ها؟ قدمي لنا تهنئه مال العيد يلا. يعني نشيك عايدينا عايدينا يلا. كل عام وانت بألف خير. شلونكم؟ شلونكم تقول بالعراقي يعني مال شلونكم؟ كلمة عراقية حلوة. شلون شباب؟ يعطيك ألف عافية. إن شاء الله حجي على عرفة إن شاء الله. هذا العيد إن شاء الله علينا بدوم الخير والبركة إن شاء الله. آمين يا رب العالمين. ممنونين، كل عام وانتم بخير. أنت بألف خير. صح السلامة. الله يسلمك الله يسلمك. مين جايين؟ من صلاح الدين. بس احنا مقيمين هنا. مقيمين. شلون يعني اكو زيارات عندكم بالعيد؟ احزاركم احج عليكم؟ قرايب غير القرايب. هي بقت نفس العادات والتقاليد. يمكن طيب بشير صلاح الدين او بالانبار او بغداد يعني هنا انا باربين نفس بشير الشيء. احنا مضطرين يعني للاسف لضيق الوقت ان نودعك لليوم. يعني يعطيك الف عافيه، يعطيك الف عافيه. نقلت لنا فعلا الاجواء الجميله في اربيل سواء بالسوق الشعبي والان بالجزء المخصص للاكل. تفضل تفضل تفضل. لا اذا سمحتي لي اكو ناس يعني يريد يقدمون تهنئه عبر قناه الفلوجه يعني اذا سمحتي لي. نقدم تهنئتنا اولا للكاك المسعود لان هو انطانا الامن والامان بالبيل، ونقدم تهنئه لكم انتم كادر قناه الفلوجه والاهلنا بمحافظه صلاح الدين وبالاخص مدينه تكريت وحي الزهور تحديدا. ممنون، بارك الله يحفظك. السلام عليكم. يومكم سعيده صح وسلامه ان شاء الله من العادين. ان شاء الله يا ربي يعود الامان كل المناطق. امين يا رب. يلا يابا. نعم لا يعني حقيقه اجواء جميله جدا في قلعه اربيل. الجميل ايضا في الامر يعني بشير في هذا المكان لضيق الوقت احنا مضطرين ان نودعك اليوم. يعطيك الف عافيه. شكرا لك كثير، نقلت لنا الاجواء الرائعه في السوق الشعبي في اربيل. صحيح المناظر مؤلمه، لحم وكباب، بس احنا سعيدين جدا بالفرح والبهجه المنتشره في اربيل ان شاء الله دائما، والعقبه لجميع المحافظات العراقيه وجميع المدن العراقيه. كل عام وانت بالف خير بشير. مشاهدينا يعني بس انا وعده بتطلع على الأكلات الشهيرة الموجودة في أربيل والتي هي امتداد أيضا يعني للأكلات الموجودة في عموم المدن العراقية، يعني كلها مرتكزة على اللحم ما شاء الله. وحتى في وقت باكر الناس يعني تضرب على قولة بشير فاصوليا وكباب وصدقا يعني اللحم، يعني خلينا هيك شوي دقيقتين نحكي عن اللحم، يعني بما أنه الأكل العراقي يعتمد جدا على اللحم وعلى الأكل، وهو يشبه أيضا يعني طريقة الأكل في العديد من الحواضر العربية القريبة، مثلا حلب، مثلا أيضا عمان، البادية الأردنية في الأردن، وأيضا دول الخليج. بفكر بس بالنباتيين، يعني إيش قد محرومين، قديش عندهم أشياء ما بياكلوها، قديش حارمين حالهم متعة. يعني مع احترامنا للجميع بس الحياة من غير لحمة صعبة. المهم
كل عام ومشاهدينا في أربيل بألف خير. هلأ رح نرجع لمراسلنا فراس الدليمي. أنا جوعت يبدو. رح نرجع لمراسلنا فراس الدليمي من بغداد لحتى يكمل لنا بعض من مظاهر العيد في ثالث أيام عيد الأضحى المبارك في بغداد. فراس معي؟ نعم. بس ما تحكي لي كمان انت مطاعم حتورجينا، لانه خلص يعني انا والكادر انتهينا. والله انا هسه دا اسمعك وهم جعت والله، وانا هسه بالمول بالطابق اللي بيه مطاعم طبعا. شوف الاكل ووجبات سريعه. يعني كل الكادر عقلهم بالدهن بحكي للمخرج. انا عقلي بالمنسى، بدي منسى. طيب فراس احكي لنا. هم يحبون الاكل واني هم بعد احب الاكل والكل يحب الاكل. لا حقيقه هسه يعني بالطابق اللي هو مطاعم، كله مطاعم ما شاء الله، العوائل العراقيه صار الطابق مزدحم، يعني ما في مجال احد يقعد اصلا. هسه وقت غدا والكل جايين يتغدون. هاي المطاعم هنا حقيقه مطاعم ماركات بها تقدم اكلات تيك اواي اللي هي الكنتاكي، الستريبس، الوجبات السريعه، يعني سندويشات مختلفه. الوجبات السريعه طبعا. عوائل ما شاء الله هوايه اليوم، يعني المول مزدحم جدا. شوف حركه صارت حلوه، اكو عوائل هوايه، راح نلتقي ببعض العوائل العراقيه هنا. اكو عائله عراقيه جالسه راح نحكي وياهم. السلام عليكم، كل عام وانت بخير. السلام ان شاء الله. السلام يعود عليكم بالخير. اهلا وسهلا. والله الحمد لله بخير. شوف اليوم المول مزدحم. هاي دائما بالعياد احنا هنا، يعني ما قدر مكان متواعد وين يروح. الاجواء حلوه وزينه الحمد لله. جايين اليوم على وجبه غداء، يعني الظهر وقت غداء؟ اي نعم. والله بعد نشوف العائله تجي بعد. انا والعائله بعد هسه صاعدين بالطريق. تحبون يعني مقررين تتغدون فد شيء معين؟ لا لا، على المنيو ونشوف. والله يعني بالبيت عادة الأكلات المفضلة لحضرتك يعني تطلبها من زوجتك؟ هي هاي التشريب الدوم، هذني هذني المفضلات يعني. هي بيش شاطرة والباقي هاي بيش شاطرة. هي أكلة شاطرة يعني تسوي زينة؟ والله زينة يعني التشريب، المرق هاي زينة الحمد لله ما شاء الله. تشوف الحركة حلوة، اكو حركة، الجو حاطر حتى بالفيس نشر كل مشويات بالبيت برا كله نشر موجود، يعني اي شيء بياكل عليه بالنشر. يعني تحب الاكل؟ اي الحمد لله. اي والاطفال قلت لك طالعين عليه؟ لا مو عليه والله. انت ضعيفة صغيرة. زين خلينا نحكي الاخت، كل عام وانت بخير. انت بخير. صحة وسلامة. الله يسلمك للجميع. تحقيق الامان ان شاء الله. تسلم يا ربي. حلوة الحمد لله. اي اكيد. لا لا، ها اليوم اول يوم، يعني تعرف عوائل يعني يجون. اي عندك هنا الله يخليه ابو الاطفال معتز، يقول انا اكال، شلون مشي الامور وياه؟ الحمد لله، مو ماما موجودة ويانا. اي فشويه هي شويه اني خلصتها بس بالمطبخ. كلش اهم شيء عنده التشريب والدولمه. احنا كل خميس نجمع الاهل ونسوي كل خميس يعني نجدد. يعني يوميا عاده شنو تحضري الاكل؟ عادي يعني مرق عاديه، بس كل خميس نسوي اكله. اي كل شيء. خبرك مثلا قبل يجي اريد فلان شيء اشتري اليوم فلان شيء؟ لا لا عادي عادي سهل يعني. اي 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 الاطفال ما شاء الله. لا مو مثل ابوهم. اي حرامات والله. لا انا احب انه ياكلون، هو شيء مفيد ياكلون. تحبين المطبخ؟ يعني لا احب التنظيف اكثر من المطبخ. اي ملازم. اي مضطره. يا حلوين شنو أنا مين؟ تبارك. تبارك. لفيف. معتز. معتز. تحبون الأكل؟
لا مع ورا الغداء ورا الغداء من ورا الغداء اخذتوا عيديات؟ اي من اكثر واحد اخذ عيديات؟ 25 ناني اني 15 اي صحيح يلا ان شاء الله تكون اوقات ممتعه ونتمنى لكم التوفيق ان شاء الله شكرا جزيلا تحياتي مثل ما شفت يا عائله يعني ما شاء الله يحبون الاكل كلهم اسمان يعني نعم ابوهم يحب الاكل الام هم تحب تطبخ فراس يعني راح نلتقي هنا باحدى الشابات العراقيات طيب حتكون المقابله الاخيره نعم ليضيق الوقت فقط تفضل فراس بس خلينا نشوف هاي هنا عندنا شابة عراقية حلوة مرتبة رد نسألها شلونك كل عام تبخير وانت بألف خير شلون شوفين أجواء العيد والله حلوة تمام انت وين رحتي بالعيد بس هنا بالموض والله شلون تشوفين الحركة زينة كل الزينة كل الزينة انت كبيرة هم طوش عيدية لا والله طيتي هواية كلش زين بما انه انت هنا بمطعم انت هم اكلت حبي لك طبعا باكه سمعتي تقول باكه بلين تقول اكلتي المفضله الباكه لا يعني شنو مثلا بالشتاء شنو في ترنتي في تريات والله انا ما اقدر لا انا احبها تريكين بيها عادي طبيعي اي طبيعي تاكلين بصل لا بصل ما احبه والله بالعافيه ما احبه نارنج اوكي زين انت طباخه ماهره؟ طبعا الحمد لله طباخه ماهره وتحب تاكل باكه الاء يعني اجواء يعني حلوه حقيقه يفرحنا انه نشوف هيك فهذا دليل على انه العراقيين اكالين يعني حتى البنات العراقيات يعني هذا اللي زوج بنيه تاكل باكه هاي اموره تعبانه والله فدوه للعراقيين وفدوه للصبيه اللي بتفطر باكه بعد فراس كل عام وانت بالف خير كل عام وجميع ضيوفك ايضا بالف خير شكرا لك على هذه التغطيه التي يعني باشرتنا بها من احد التجمعات التجاريه في بغداد لفتني حقيقه المراه التي تحدثت عن يعني مسؤوليه الطبخ ومسؤوليه رعايه الاولاد حكت انه امها بتساعدها بهاي المناسبه بدي أوجه تحية لجميع أمهات العراقيين ولجميع الأمهات داخل العراق وخارج العراق نحن بلا أمهاتنا لا شيء كل عام وكل أم بألف خير والأم دائما هي يعني بركة المنزل وهي يعني خيمة المنزل كما يقال لأنها تحوي الجميع بحنانها وعطفها ورعايتها واهتمامها لا يجب أن ننسى أمهات المعتقلين أمهات النازحين أمهات الشهداء هؤلاء يعني تاج على الرأس ويعني هن وشاح أي وطن تحية لكل أم إن شاء الله كل أم وهي بألف خير والله يرحم جميع الأمهات وكل عام وانتم بألف خير طبعا أكيد بدنا نشكر فراس مرة أخرى لأني يمكن نسيت أني أشكره على هاي التغطية الجميلة كما قلنا مشاهدينا يعني في نهاية هذه التغطية كنا معكم لمدة ساعة ونصف مباشرة على قناة الفلوجة نقلنا بعض الأجواء الموجودة في بغداد وفي أربيل وكان معنا أيضا الضيف المغني نؤاس أموري الذي أتحفنا بباقة من أغانيه وأغاني والده الجميلة في نهاية هذه التغطية نتمنى للجميع أن يكونوا بألف خير نتمنى أن يظل الأمل مرسوما دائما على محيا الوجوه نتمنى أن تبقى البسمة أن يبقى الفرح رغم كل الصعوبات ورغم كل الظروف يجب أن يفرح الإنسان وأن يسعد بالعيد وفي أي مناسبة تتيح له أن يفرح يجب أن يفرح قال الشاعر الكبير محمود درويش إذا أتاك الفرح خذه كاملا يعني بس يجي العيد ما خلينا نتذكر القصص المؤلمة أو اللحظات الصعبة اللي بتمر علينا لا بس يجي العيد خلينا نفرح وخلينا نكون مبسوطين لأبعد حد وبتمنى لكم دائما أنكم تكونوا مبسوطين وأنه الأحوال في العراق وخارج العراق في جميع الدول العربية أنها تكون بألف ألف خير وإن شاء الله ما ينعاد العيد الجديد إلا وجميع
المعتقلين خارج السجون وجميع النازحين عائدين إلى بيوتهم. كل عام وأنتم بألف خير.